تواصل معكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية لجماهير السعودية المتواجدة اللي يحضرون مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب التايلاندي. بداية نرحب فيكم ويعطيك ألف عافية. قول كيف تشوف شعورك مع حضور هذه المباراة، المنتخب السعودي أداءه ومستوى المنتخب التايلاندي؟ إن شاء الله تمام نتقدم ويفوز بنتيجة طيبة 2-0 بإذن الله. المباريات اللي راحت كيف مستوى المنتخب السعودي؟ جيد الحمد لله ومتقدم ومتصدر بإذن الله. عشان كذا تقول 2-0 إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله الله يوفقك. كيف تشوف نقل المنتخب السعودي؟ والله إن شاء الله يكون في مستوى أفضل من اللي كان عليه في المباريات المتقدمة. إن شاء الله يكون أفضل، وإن شاء الله المباراة هذه يكون أفضل وأفضل، ونتمنى إن شاء الله النتيجة تكون 2-0 أو 3-1، ما عندنا مشكلة، المهم المنتخب السعودي يطلع من الملعب إذا فائز فائز إن شاء الله. طيب أنت تشوف المستويات اللي راح في المنتخب السعودي هي اللي تخليك بإذن الله تقول إنك واثق من هالفوز؟ بإذن الله تعالى، أنا أقول بإذن الله تعالى، كل شيء بإرادة الله، بس أنا أقول بإذن الله كيف؟ إن المنتخب السعودي اليوم إن شاء الله عنده حماس قوي كيف، والشباب فيهم الخير والبركة، وإن شاء الله طالعين من الملعب نحن كلنا مبسوطين. ونتوقع إن شاء الله اليوم يسجل جول، ولا ما يهم أي واحد؟ احنا ما همنا، انا هلالي صح كيف، انا بس ما اهتم هلالي نصراوي، المهم المنتخب السعودي يفوز بس. كيف شفت اليوم مستوى المنتخب في المباريات الماضيه اللي من خلالها تبني رايك على مباراه اليوم؟ والله ما اول مباراه كان المستوى غير مناسب، لكن مع بدايه المباريات بدا المستوى يرتفع شوي. المنتخب التايلندي تعادل مع استراليا، انت كيف تشوف مستواه؟ والله انا قال من الشباب ان المنتخب التايلندي داخل حتى لو ما له امل في الفوز او في تحقيق الصداره، بس انه بيقعد المنتخب السعودي اليوم، بس انه صداره ان شاء الله، ومن ردد متصدر لا تكلمنا. يعطيك العافيه يا شباب. كيف تشوف مباراه المنتخب السعودي اليوم؟ ان شاء الله فوز 2-3-0 ونروح مشرفين ان شاء الله ورافعين رؤوسنا فوق. الله الله. انت من وين؟ نحن من اليمن، وجينا نشجع على عيال اولاد سلمان. يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك. كيف تشوف مباراه المنتخب السعودي؟ ان شاء الله نشوف انه 100% باذن الله. انتوا هنا مستقرين؟ احنا مستقرين في بانكوك، وان شاء الله احنا من ابناء الجاليه الجنوبيه، جينا كلنا الى بانكوك، وان شاء الله الفوز باذن الله. باذن الله. كيف تشوف المباراه؟ المباراه اليوم ان شاء الله 3-0 السعوديه باذن الله. كيف تشوف المباراه؟ اتوقع ان شاء الله 3-0، 3-0 للمنتخب السعودي. شفت مباراه منتخب تايلاند الماضي قدام استراليا؟ لا شفتها بس ما راعي تمام. يلا يعطيك العافيه، شكرا لك يا شباب. تواصل معكم مشاهدي الكرام من خلال اللقاءات الميدانية، يعطيكم ألف عافية. اليوم مباراة منتخب السعودية قدام تايلاند، كيف تشوفون المباراة؟ والله إن شاء الله بإذن الله السعودية فازة من 1-3 إن شاء الله. وين جايين أنتم؟ والله أنا جاي من دولة قريبة من هنا، جاي إجازة و وقت على مباراة السعودية. والله جات بظروفها كذا، بس إن جيت الحمد لله. طيب تتوقع اليوم كم تكون نتيجة؟ بإذن الله من 1-3 إن شاء الله. عطنا رقم. هو كذا 2 ما حتجي، يا 1 يا 3. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف تشوف مباراة اليوم حبيبي؟ إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله فايزين. المستوى الأخضر السعودي يطمن في هالمباراة؟ لا يطمن بإذن الله يطمن. طيب المباراة الماضية تايلاند تعادل قدام أستراليا، مستواه كان متطور، كيف تشوف أنت؟ لا إن شاء الله إحنا عندنا الإمكانية إن شاء الله وأفضل منهم بإذن الله. جايين من الدولة ولا؟ لا إحنا جايين من ماليزيا، وهو من الثانية. ما شاء الله. الله يوفقك. يعطيكم العافية يا شباب. كيف تشوف مباراة اليوم؟ بإذن الله منصورين. طيب حرصتوا على التواجد، انت موجود هنا ولا جاي عشان المنتخب السعودي؟ لا والله انا جاي زياره هنا وجيت اعمل المنتخب على الوقت. طيب ايش تتوقع مجريات المباراه؟ كيف راح يكون السيناريو؟ والله باذن الله منصورين قايل باذن الله فايزين. عرفت تشكيله اساسيه؟ لا والله ما اطلعت عليها. بس يعطيك العافيه. اليوم المنتخب السعودي بيلعب مباراته في غياب اسامه هوساوي وغياب حسن معاذ، انت كيف تشوف الغياب هذا راح ياثر ولا المنتخب السعودي الحاضر يرجع؟ باذن الله ما راح ياثر، لان بتكون خطه هجوميه اصلا. ما راح يلعب خطة هجومية اليوم، ما راح يلعب يوم 4-5-1 ان شاء الله، بس يقول لك خطة هجومية ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله. باذن الله. العافية. الله يعافيك. بالعافية شباب. كيف تشوف مباراة المنتخب السعودي؟ اكيد فائز السعودية بدون كلام. مستوى المنتخب السعودي كيف تشوف؟ ما شاء الله عليه. من وين جايين انت؟ احنا مقيمين هنا في تايلاند. من وين؟ من وين؟ من اليمن. ما شاء الله تبارك الله. اهلا وسهلا. الله يعافيك. كلك خير. ويلكم تو بانكوك. يعطيك العافية. جاي اليوم مباراة السعودية؟ جاي اخترت السفر عشان من جاي انت؟ من جدة. ما شاء الله، وخرت الرحلة عشان المنتخب؟ اخترت الرحلة عشان. طيب مستوى المنتخب السعودي كيف تشوفه؟ مستوى متذبذب بالفترة الأخيرة، يعني مباراة يظهر بمستوى بريتم عالي جدا، ومباريات يكون المستوى منخفض، لكن اليوم إن شاء الله متفائلين خير. منتخب تايلاند تعادل قدام استراليا المباراة الماضية، مدربهم يهدد يقول راح نفوز هالمباراة. لكن الخضر قده ودوب ان شاء الله، قده اليوم ودوب 2-1 باذن الله. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك الغالي. ما شاء الله، انا اول ما شفتك احسبك انت تايلندي بس تكلمت معي عربي انت على طول. اي تايلندي بس اتكلم عربي الحمد لله. حبيبي دعنا نتحدث عن المنتخب السعودي اليوم في حضوره، ما شاء الله تتكلم بطلاقه اللغه العربيه. الحمد لله. كيف قدرت تتكلم لغه عربيه؟ والله في الاساس مواليد السعوديه، ولدت في الطائف ولكن كبرت هنا.
كملت دراسة هنا. طيب اليوم جاي تشجعين السعودية ولا المواليد؟ والله شوف أنا لازم أشجع الفريقين لا للخيانة. الشوط الأول أشجع السعودية والشوط الثاني أشجع تايلاند. كم قعدت في السعودية؟ السعودية تقريبا 11 سنة. هنا كم لك الحين؟ تقريبا الحين عمري 17 سنة يمكن. ما شاء الله تبارك الله. بالتوفيق إذا تقول بالتوفيق للفريقين لك. إن شاء الله. شكرا لك. تواصلي معك يعطيك ألف عافية. تكلم عربي؟ طيب ودنا نترجم له بس. كيف يشوف مباراة اليوم؟ شو اللون؟ يعني هو الحين يعني بالنسبة للمباراة هو مبسوط على أساس إنه أول مباراة له أول فرصة له يجي يتفرج مباراة السعودية وتايلاند. أنا بدي أسأل توصل الكلام زي ما أقول لك إياه. هو إيش رأيه فيك؟ بس يمكن هو ما فهم. أنت لازم تفهم إنك كنت تقول قاعد تشجع الفريقين. إن شاء الله. شيء فريقين ها شباب هو فهم قال فريقين. تايلاند. إيه. يزعل منك لما قلت تشجع فريقين؟ لا ما يزعل. هذا أخوي صغير. ما يقدر يزعل. يعطيكم العافية. شكرا لك يا حبيب قلبي. يعطيك ألف عافية. محمود. ليه محمود؟ من مصر. ما شاء الله جاي تحضر مباراة السعودية. من السعودية أكيد شقيق دولة شقيقة وأحبها جدا على فكرة. أحب الفريق السعودي كمان. رحت السعودية قبل؟ صراحة لا أكذب عليك. نتحدث عن المنتخب السعودي اليوم. أنت تتابع مباريات ولا أنت جاي بس تستمتع بالمباراة؟ صراحة أنا جاي أستمتع بالمباراة وسمعت وحبيت أشجع كمان لأن قال لي سعودية بسيطة في تايلاند فقلت أشجع. أنا موجود في تايلاند عايش. عايش تايلاند؟ نعم صحيح. ما شاء الله. طيب دعنا نتحدث عن المنتخب السعودي آمال. أنت يمكن لأنك عايش كده عندك لغة تايلندية. نعم أتكلم تايلاندي. طيب تكلمت مع أحد من التايلنديين بخصوص هالمباراة؟ يتكلموا معك تسمعهم يتكلموا عن المنتخب السعودي أهمية المباراة؟ كثير من موظفين الفندق عندي يتمنى انهم يحصلوا على نفس التذكره اللي انا حصل عليها النهارده عشان يحضروا المباراه. بالفعل كثير منهم اكزايتي يعني عنده شعور انه نفسه يروح يحضر المباراه. بعضهم حصل تذاكر لكن معايا تذاكر اعطيت بعضهم بالفعل من الفندق من عندي وبعضهم ما حصل تذاكر. تذكروا مني اكيد من الشباب السعوديين. اكذب عليك من الشباب السعوديين صحيح. نعم. طيب الامور هذا شو اسمه؟ اسمه رفيف. كيف حالك؟ صغير ما بتكلم. الله يخليه لك ان شاء الله. شكرا لك. كيف تشوف مباراة المنتخب اليوم؟ والله إن شاء الله نتمنى المنتخب السعودي بالفوز في التصفيات هذا. وإحنا يعني من مواليد السعودية وجينا هذا المنتخب السعودي. كثير مرة من عندي مواليد السعودية. إيه والله هنا في يعني تقريبا في جيل يعني معظم يجي يشجع المنتخب السعودي وآذر في مباراة. طيب اليوم أنت بينين يعني بين منتخب السعودي والتايلندي؟ والله شوف غالبا سعودي خارج يعني تايلندي عشان ما يزعلون منك. طيب تشوف مستوى منتخب السعودي وكذلك التايلندي في فوارق ولا؟ والله اكيد منتخب السعودي يعني سمعته في الكرة الآسيوية والكرة العالمية وتأهلاته كذا مرة في المجالات العالمية يعني طبعا. فطبعا المنتخب التايلندي بيحاول يعني في الأواخر هذا بيحاول انه يصحح وضعه في تقدم. أتوقع 5-0 للمنتخب السعودي وأنا كويتي وأشجع المنتخب السعودي وجيت مخصوص على الملعب هذا عشان أشجع المنتخب السعودي. وللعلم جيتهم بعد بالفندق وسلمت عليهم وجميع الطاقم الإداري والطاقم الفني ما قصروا فيني ورحبوا فيني وعطوني 22 تذكرة مجانية. خذيت أنا تذكرة والباقي عطيتها ربعي الموجودين يعالجون هنا كويتيين بالمستشفيات. بس شفت ان المنتخب السعودي يلعب جيد تارك الرياضة من فترة فاعتذر عن الاسماء. جاكم الاعصار ماشيين يعيكا منتخبنا اليوم وفر عن اذكر الله وشوف وانسى الحذر
شد الكرام باقي دقيقتين على نهايه المباراه 2-0 منتخب السعودي، الجمهور طالع من الدول الخليجيه، وش شفت مباراه اليوم كيف شفتها؟ ولله الحمد المباراه كانت ممتعه، هو 2-0 للامانه ما ترضينا، احنا نبي اكثر من 2-0 ولله الحمد، هذه عاداتنا احنا جايين من بانكوك من الكويت جايين نشجع اخواننا السعوديين. طيب كيف شفت مستوى المنتخب السعودي اليوم كيف شفته؟ والله بطل ممتاز وبالتوفيق ان شاء الله. طيب ليش طلعتوا بدري انتم الحين؟ لا تكاسي يا اخي ومحسومه خالص اصلا. ليش الزحمه؟ والله زحمه والله. ايش رايكم بالجولين؟ والله وايد قويين. كل واحد يهزم الثاني. والله المفروض تعادل، هم مو يبقوا على نفسهم مو اثنين بقوا عليهم. كيف شفت المباراة اليوم؟ مباراة جميلة ممتازة، وكان يعني معدى المنتخب السعودي، لكن الشوط الثاني ما كان يرضينا، كان راجع دفاع. لكن الحمد لله 2-0 راضي فيها. ايش اللي حماسكم تحضرون المباراه اليوم؟ والله هذا المنتخب السعودي واحنا هالبيت خليجنا واحد ولا لازم نحضر المباراه. لكم يا شباب كيف شفت المباراه؟ باقي دقيقه ما انتهت المباراه لسه. يا ابوي خلاص انتهى، ما يحتاج السعوديه ما اخذتها. اي خلاص ان شاء الله هم الجول الاول ضامنينها ان شاء الله. والله 100 100 صراحه اللعب 100 100 جزاهم الله خير. اللاعبين في غيابات كان منتخب السعودي اثرت اليوم ولا شفتوا ما في اي تاثير؟ ما في اي تاثير الحمد لله، انا على نظرتي للملعب حتى لو يصير عندنا نقص البركه بالشباب. العافيه مبروك الفوز اليوم. الله يبارك فيك، اشكر اللاعبين والجمهور والرابطه والاتحاد السعودي، صراحه شفنا تغير بمستوى المنتخب، الاسماء يمكن تغير اسماء كثير، لكن صراحه كلهم رجال اليوم في الملعب. كان في الملعب فيه ازعاج كثير من جمهور تايلاند. والله حاولنا تقطع حلوقنا، حاولنا انا عدد قليل لكن الحمد لله ما قصرنا. والله حلوات، تمنيت انه نايف مسجل الثاني الجول. اي لاعب والله احنا ما يهمنا، يهمنا البوز، يوم جا الجول الاول تايلندي وسجلوا التايلندي كان وراه نايف، كنت اتمنى انه من نايف لكن احسن ما يصير لهم بضل. يعطيك الف عافيه، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. لسه ما انتهت وطلعتوا خلاص 2-0 يعني مضمونه المباراه. قبل المباراه قلت لك قبل المباراه اليوم حيكون رتم عالي وباذن الله فايزين اثنين. انت تشوف الغياب اليوم اللاعبين من المنتخب السعودي ما اثر على الفريق؟ ما اثر نواف العابد تيسير كلهم الله يعطيهم العافيه، ما قصروا المجموعه كامله، كانوا مترابطين سواء في الدفاع او الهجوم. واثق الخطوه يمشي ملك المنتخب السعودي في الطريق الصحيح ان شاء الله. باقي العراق وان شاء الله كاس العالم. لا زال العراق واستراليا متعادلين هاللحظه، ان شاء الله الجاي احنا نفوز على العراق ونفوزها كاس العالم. يعطيكم العافيه. الدقيقه 90 الحين، قبل المباراه كم قلت لي؟ 3. والحين كم؟ 3. كيف قبل المباراه قلت لك 3. وقبل المباراه قلت لك 3. والحين كم مباراه كم؟ 3. كيف شفت مستوى اللاعبين؟ 100 100 اليوم انجاز. المنتخب السعودي ما اثر عليه اي غياب اليوم. اليوم ان شاء الله ابداع ابداع ابداع. مبروكين يا شباب، مبروكين. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. مستوى المنتخب اليوم والله المستوى طيب والنتيجه طيبه، وثلاثه بس. ثلاثه تكفي الثلاثه؟ اي والله. كيف مستوى المنتخب اليوم؟ والله المستوى طيب وما قصروا الشباب وهذه عاداتهم. وصلتوا لين بانكوك لحضور المنتخب ما خيب املكم. الله يعطيهم العافيه. شوي شوي قولوا له يحن علي ياخذهم رايح جاي ياخذهم رايح جاي. ويا يا والي تنصر مالكنا، يا والي تنصر مالكنا، تنصر ولي عهده تنصر وطننا، تنصر ولي عهده تنصر وطننا. قولوا تنصر ولي عهده تنصر وطننا.
واهل البلد كلهم ان شاء الله. جهودكم ما خيب الله املها، وصلتوا جبنا ثلاثه. ما يحتاج، قدامنا رجال، قدامنا رجال، واحنا ان شاء الله وراهم رجال لكل مكان وكل دوله. ان شاء الله يا رب يوفق البلد واهل البلد واللي يحبوا البلد، ويوفق سلطان ومحمد ومحمد، وبلدنا في امن وامان ان شاء الله. كابتن صالح، صالح يعطيك الف عافيه. عافيه عمرك حبيبي. شفت مباراه اليوم؟ اولا مبروك للمملكه العربيه السعوديه، حكومه وشعب وكل انسان يحب بلدنا، ومبروك، وان شاء الله عقبال كاس العالم ونوصل ان شاء الله نقدم المستويات الجميله. احنا وصلنا هنا وقدمنا الواجب اللي علينا، واللعيبه قدموا الواجب واكثر، الحمد لله. ومبروك للمنتخب. بدر الف الف مبروك. الحمد لله والشكر لله وفضل الله. اولا واخيرا بيض الله وجيههم الرجال، الكل يستاهل، البلد تستاهل تفرح صراحه. مشتاقين كثير لكاس العالم، يعني احنا مشتاقين لكاس العالم، وكاس العالم مشتاقه لنا ايضا. ان شاء الله باذن الله القادم افضل، وبيض الله وجيههم رجالنا، صقورنا الابطال، الله يديهم الصحه والعافيه، بيض الوجه. وان شاء الله الوعد الجوهره مع العراق، جمهور الاهلي، جمهور الاتحاد، جمهور الوحده، جماهير الانديه كلها، يوم الثلوث منتخبنا يحتاجكم في الجوهره. نبغى 60,000 سعودي واقفين، لانه ذولا يستاهلوا. صحيح، اعدوا الصعاب، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. لا، الجمهور السعودي مو محتاج دعوه بدر، وانت عارفهم. وان شاء الله في الغربيه، غربيه معودين دايم. ما يحتاج، جمهور الغربيه انضربوا المثل في كل مكان، وان شاء الله ما هو تقليل في الجماهير الاخرى، كلهم على العين والراس، وان شاء الله القادم افضل، ونفرح سويا مع هيئه الرياضه ومع الاتحاد السعودي ومع الكل ومع الاداريين ومع اللعيبه ومع جميع الروابط، الكل ان شاء الله يروح الى روسيا ان شاء الله. شكرا لك. مبروك حبيبي، الله يبارك فيك وسلم. ثلاثه مره كنت مبروك. الحمد لله صار الليله بثلاثه، احنا واثقين الحمد لله، واثقين من نجومنا، واثقين من صقورنا الخضر، بانه ان شاء الله باذن واحد احد التاهل نهائي كاس العالم باذن واحد احد. طيب سعود، انت كيف شفت المستوى، خصوصا بعد تحدث في غيابات قبل المباراه؟ ما اثر ولا شيء، الحمد لله. الحمد لله يعني دائما المنتخب بمن حضر، والحمد لله تعاملوا مع المباراه بخبره اللعيبه الكبار، يعني بصراحه، وحققوا المطلوب، مستوى ونتيجه، ولله الحمد. الحمد لله. والجمهور اليوم كان حاضر، يعني وعدنا الثلوث ان شاء الله. وعدنا الثلوث ان شاء الله باذن الله، والجمهور حاضر. ألف ألف مبروك الثلاث نقاط في منعطف مهم في البطولة الآسيوية من وصول مشوار كأس العالم. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية، إن شاء الله بإذن الله الجاي أكثر. عبد الله، كان في رغم تحذيرات كبيرة من منتخب تايلندي تعادل مع أستراليا، لكن اليوم شاهدنا أبطال مع منتخب تايلندي. الحمد لله، إن شاء الله بإذن الله نعيد هذه الفرحة بإذن الله في جدة بإذن الله. بعد الهدف الأول إيش قلتوا أنتم اللاعبين؟ مصرين نجيب أكثر من هدف. توقعتوا الثلاثة ذي؟ أكيد لازم توقع، إذا ما توقعت ما راح تفوز. إن موجودين في المدرجات، كان جمهور تايلندي صوته مرة صاخب، شفتوا أنتم كلاعبين الصوت؟ بصراحة الصوت ذا يمتع اللعيب أكثر، ما يضغطهم. ما يضغط عليهم. لا. ألف مبروك مرة. بارك فيك حبيبي. ألف مبروك الثلاث نقاط. الله يعافيك، بارك فيك، الله يسعد. وعبد الله، اليوم شاهدنا مستوى أخضر مغاير عن المباريات الماضية، كان في إصرار من اللاعبين رغم الضغوط قبل هذه المباراة. اللهم لك الحمد والشكر، ما في شك طبعًا المباراة يعني حددت مصيرهم بشكل كبير، يعني تأهل كأس العالم في روسيا،
مباراة مهمة الحمد لله حصلنا على 3 نقاط اللهم لك الحمد بوقتها. نسبة كم قطعتوا مشوار؟ والله إلى الآن تعرف النقاط متقاربة يعني، لكن إن شاء الله نسبة يعني ممتازة بإذن الله. تأخرتوا ما طلعتوا في المكزون، إيش اللي دار بينكم؟ والله مرتاحين اللهم لك الحمد شكرا عقب الضغوط النفسية. مرتاحين بس الشرح حديث معكم على رئيس الاتحاد. إيه والله ما قصر شجعنا وكافأنا اللهم لك الحمد. كم الرقم؟ والله اسأله هو أحسن، هو يعطيكم أحسن. مبروك 3 نقاط. الله يبارك فيك حبيبي. عبد الله المباراة كان بضغوط قبل بدايتها على اللاعبين، حديث مدرب تايلند كان يهدد راح نفوز وتشكم الحكم، لكن اليوم قدمتوا جهد أكثر من رائع وعلمتوهم في الميدان. يعني شوف كل يعرف المباراة صعبة وإن شاء الله يكون الجاي أحسن بإذن الله. طيب وإذا تأخرتوا بعد خروجكم من المباراة تأخذ ما طلعتونا، إيش كان حديثكم مع اللاعبين مع الرئيس؟ ننسى المباراة هذه ونفكر في الجاي وتأخرنا قاعد نصلي.